وللتحليل والمتابعة انضم إلينا هاتفيا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني. دكتور، تعقيبك على ما ورد في إعلان البحرين. الله مساءك. مساء النور. ومساء الشعوب العربية كلها والإسلامية في هذا الوقت. حقيقة جاء هذا الاجتماع والذي نظر إليه العرب والمسلمين للوقوف مع الأمة العربية التي تعاني منها فلسطين من ويلات ومن انتهاك لحقوق البشر والحجر والشجر. جاء هذه القمة بمساعدة جلالة الملك وبمساعدة حقيقة السيسي في هذا الوضع الراهن. يعني نحن الأردن ومصر في عين العاصفة. ما جاء على البيان الختامي بيان جيد لا بأس به، لكن هو بحاجة إلى تفعيل. يعني نحن ما نشاهد بهذا البيان أنه ينادي ضرورة كسر الحصار على غزة. ينادي من؟ يعني وتشمل الغذاء والمساواة والوقوف إلى القطاع بشكل فوري. هذا جيد، لكن فعليا نحتاج من الإخوة العرب الوقوف جامدا حقيقة مع القضية الفلسطينية أكثر. جاء في البيان استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولة تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، هذه جيد. والمبادرة السلام العربية اللي أتتها منظمة التعاون الإسلامية توقفت ورجعيتها، هذا جيد. مناشدة دول العالم الحر ومجلس الأمن باتخاذ قرار حازم، هو أخذ قرار حازم حقيقة بوقف الحرب بسبح جماح، لكن هذه الفئة الضالة حقيقة باليهود وبالصهاينة ضاربين كل شيء. عبد الحائط حقيقة لا يسمع حتى للعدل الدولية ولا يسمع للمجلس الأمن، ورئيس مجلس الأمن كل مرة يصرح بوقف هذه الحرب بوقف هذه المجزرة، لكن هو لا يبالي في العالم أجمع. والآن اقتحم الضفة الغربية بكافة محافظاتها، وهذا انتهاك جديد لحقوق الإنسان وحقوق البشر. نعم. السؤال المطروح، نتأمل أن تكون القرارات أقوى بكثير فعليا رغم أنه ما جاء عليها. وكان الناس فيها جلالة الملك منذ بداية هذه الحرب حقيقة لإيقاف هذه الحرب، وتدور جلالة الملك في دول العالم أجمع لوقف هذه الحرب والتشدد اليهودي والتشدد الصهيوني ونتنياهو بالذات في هذه المجزرة البشعة. نرجو من الله أن يكون هنالك تحقيق ويسمع أداء الطاغية من دول العالم بما جاء به القمة العربية. هي إشكالية، هي فقط إشكالية التفعيل، تفعيل ما ورد من بنود تحدثت عن إشكالية التفعيل. هذه الإشكالية بيد المجتمع الدولي. كيف ترى الدعوة البحرينية لعقد مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة؟ ما الكلام جميل، كمان جيد أن تدعي البحرين بدعوة للعالم العربي، لكن ما في اليهود لم يسمعوا. يعني أكثر من العدل الدولي، محكمة العدل الدولية، مجلس الأمن صوت عشرات المرات، هنالك فيتو أمريكي لكل قضية سكان. هذا حقيقة الآن ما يحتاج الشعب الفلسطيني إلى شيء ملموس على أرض الواقع. ما يحتاج الشعب الفلسطيني من مأساة يومية يعاني منها هذا الشعب وممكن يصبح بالتشريد، ما تعاني منها الضفة الغربية حقيقة للقتل والتشريد، ونخاف من قضية التهجير. يعني هل هذا الاجتماعات التي يدعو لها جيد؟ نحن مع البشرية، نحن مع الإنسانية، إسلامنا وديننا وجلالة الملك والسيسي وكل القادة العرب، نعم نحن مع السلام العالمي، لكن لا توجد إذن صاغية من العالم. نعم. العالم أصم أعمى لا يسمع لشيء بهذه القضية. هل هذه العبارات ممكن أن تحل؟ هل هي العبارات أن تساعد إخواننا الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ هنا الأسئلة اللي مطروحة بهذا. نتمنى أن تكون متابعة من القمة العربية لهذه القرارات الحاسمة التي تحتاج إلى تفعيل دولي فعلي حقيقة حتى يشاهد العالم ذلك. ما نشاهد من مظاهرات من الطلاب في العالم وخاصة في أمريكا، في بريطانيا، في كثير من دول العالم، هذا محرك بشري جيد، لكن لا توجد أداة صاغية من الصهاينة لوقف هذا الدمار. السؤال المطروح كيف، يعني عندما ودت الأردن مساعدات أكل
لإخواننا في فلسطين. تم اعتراض قوافل المساعدات الأردنية. بالضبط، هجموا عليها ودمروها وكبوها بالزبالة. طب أين العالم؟ أين العالم يتفرج من هذا الموقف؟ تم مناشدة أخونا السيسي قائد السيسي لإيقاف هذه الحرب، لوقف على الأقل بعث الدواء والعلاج. لا ينادي فيه البشر في قطاع غزة حقيقة هو الحد الأدنى من العيش البشري، وهذا مثل ما حدث سامع له. هذا الموقف العربي جيد إنشائيا حقيقة على مستوى عالي جدا من الإنشائية التي فيه، لكن هو بحاجة إلى متابعة دولية حثيثة كما يفعل سيد البلاد جلالة الملك في هذه المفاعلات لبعث المساعدات التي بنفسه ذهب بالطائرة وخاطر لإرسال المساعدات. هذا شيء جيد، نحن بحاجة إلى العرب إلى الوقوف مع القرار مع الدعم الأردني حقيقة حتى نستطيع أن نوقف هذه الحرب البشعة التي لا تقبل فيها ولا أي دين في العالم. نعم. أن يقبل بهذا الأمر. صحيح. العالم يتحرك، يعني نحن بحاجة إلى تفعيل هذه القرارات حقيقة على أرض الواقع لإخواننا الفلسطينيين. صحيح. في رأيك لماذا رغم يعني تغير وتيرة الرأي العام العالمي الذي لم يكن متضامنا بهذا الشكل مع القضية الفلسطينية ورافضا للعدوان الإسرائيلي وجرائم المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لم تحرك ساكنا سواء تجاه جرائم إسرائيل أو تجاه ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف من قبل الولايات المتحدة؟ لأنهم يضربوا عض الحائط في القرارات الدولية. هذول لا يعرفوا إلا قوة السلاح. هؤلاء الصهاينة لا تهمهم لا مجلس أمن. وأنت شاهدت بالفترة الأخيرة قبل أسبوع عندما وقف مندوب دولة الصهيون ومزع في أمام مجلس الأمن هذا الميثاق وقال ارموه في الزبالة. طب أين العالم؟ أين العالم؟ نعم شعوب العالم تتحرك، شكرا لشعوب العالم الحرة، شعوب العالم قاعدة تتحرك، لكن نحن بحاجة حقيقة إلى تفعيل دور وتنشيط دور وإعطاء دعم لجلالة الملك حتى نستطيع، لأنه نحن ومصر في عين العاصفة. إذا لم تتقوى هذه الدولتين بشكل أو بآخر حتى نوقف هذا الحرب البشعة اللعينة، وحتى لو وقفت الحرب اليوم نحن بحاجة إلى مليارات من الدولارات حتى نستطيع إرجاع هذه البلد إلى 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 الحد الأدنى من العيش الكريم. نعم. حقيقة عندما نتفرج على شاشات التلفزيون تتقطع قلوبنا. العالم ينتفض وأنا بعتقد أنه هذا التحول، وكما حكى كثير من المواقف جلالة الملك وزير خارجية الأردن، هذه الحرب سوف تغير العالم. نعم سوف تغير العالم، ولن يقف العالم عند هذه ما حدث في أوكرانيا. لا توجد مذابح كما هو موجود في غزة. هؤلاء الأطفال شردوا، هؤلاء الأطفال قتلوا، النساء قتلت، أكل لا يوجد، أكلوا الحيوانات، أكلوا ما يؤتى للحيوانات من كيف. هذا السؤال هل نحن نبحث إلى دواء وغذاء إلى إخواننا في غزة ولا إيقاف هذه الحرب البشعة؟ نحن نتأمل من إخواننا العرب والقادة العرب، وعندهم القوة حقيقة القادة العرب، نشكرهم لهذه البيانات الجيدة، نشكرهم لإيقاف أنه عملية السلام حتقف، هذا صحيح، لكن هؤلاء الناس لا يسمعوا، لا يرى، وعندما يقول لن نسمع للعالم، هذا كلام مثلنا، لن نسمع للبشر، إحنا علينا بالقتل وعلينا بالدمار، وما يحدث يوميا في الضفة الغربية من 3 أيام الأخيرة هو هجوم على كل القطاعات البشرية، والناس غير مسلحة والناس آمنة في بيوتها، ومع ذلك مصرين على القتل، مصرين على الدمار. نحن نتمنى حقيقة من القادة العرب مرة ثانية حقيقة أن يقفوا بكل ما أوتوا من قوة. نعم. وليس مناسبة في العالم، مناسبة في العالم والإنسانية جيد جدا، ممتاز، ذراع جيد،
لكن احنا بحاجه لشيء مختلف تماما. طيب، امام هذه الانتهاكات وهذه الجرائم والمذابح، يعني بالتاكيد كانت على راس اولويات اجنده القمه العربيه في دورتها العاديه 33، في ظل هذه الاوضاع في رايك هل من مجال عن الحديث عن توثيق العمل العربي المشترك؟ لان هناك تحديات سياسيه وامنيه عديده تواجهها المنطقه العربيه، وما يحدث يعني في قطاع غزه هو اكبر دليل على وجود عائق كبير امام توثيق هذا العمل العربي المشترك. والله يعني كل الشارع العربي متعاون، كل الشوارع العربية فيها توثيق، من المغرب إلى البحرين، الشعوب العربية، تنظر إلى القادة أن يكون هناك توثيق. وأنت تعلم السنوات الأخيرة العشرة الأخيرة بدأ بتثبيت العالم العربي، حرب في اليمن، حرب في العراق، حرب في سوريا، تثبيت الليبيين بهذا الشكل، الحرب الدائرة في السودان. في ظل هذه المعادلة الصعبة حقيقة هو وجد الضعف العربي أمام نتنياهو، أن هذا الضعف العربي لن يستطيع أن يعمل شيء أمام وقف هذا الانتهاك، وهو ينظر في هذا المنظار. نحن نتمنى من القادة العرب حقيقة أن يسمعوا إلى لغة العقل، يسمعوا إلى لغة جلالة الملك عبد الله الثاني، ويسمع إلى القائد السيسي وغيرهم من إخواننا، أن حقيقة أن يكون توثيق عربي صارم. لكن ما نشاهده على أرض الواقع مختلف تماما. نعم. عما يحدث. أشكرك جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردنية. وعلى هامش أعمال القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، أجرى موفد التلفزيون المصري عددا من اللقاءات الخاصة للحديث حول ملفات القمة والقضايا المطروحة على أجندة أعمالها.